ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين كلكم، رمضان كريم. النهارده براجع معاكم المد بالواو، خدنا قبل كده المد بالالف واخدنا المد بالياء، النهارده ناخد المد بالايه؟ بالواو. فاكرين اغنيه الودود؟ مين يفكرني؟ ها؟ حروف المد ثلاثه، مد بالالف، مد بالياء، ومد بالواو. انا المد بالالف شكلي مختلف، باجي في وسط الكلمة، باجي في آخر الكلمة، ما باجي في أول الكلمة. وصاحبي اللي ماسك فيا، ها صاحبي اللي ماسك في إيدي، بيحب مين؟ اللي عليه فتحة. بيحب صاحبه اللي على راسه إيه؟ اللي على راسه فتحة. شطار. وعرفنا إن المد بالألف ما بيجي على راسه همزة ولا سكون ولا فتحة ولا ضمة ولا قصر ولا أي شيء. يجي واقف لحاله ماسك في صاحبه اللي على راسه، ها فتحة. أحسنتم. نيجي المد بالياء. أنا المد بالياء شكلي مختلف، باجي في وسط الكلمة، باجي في آخر الكلمة، ما باجي في أول الكلمة. وبيحب صاحبه اللي عنده إيه؟ عنده كسرة. اللي عنده إيه؟ اللي عنده كسرة. أحسنتم. النهاردة بقى هناخد المد بالإيه؟ بالواو. هناخد المد بالإيه؟ بالواو. أحسنتم يا حبايبي. مد بالواو. ها يلا نغني الأغنية ماله؟ بيقول إيه؟ أنا المد بالواو شكلي مختلف، باجي في وسط الكلمة، باجي في آخر الكلمة، ما باجي في أول الكلمة. وبحب صاحبي اللي ماسك في إيدي يبقى عليه إيه؟ عليه ضمة. عنده إيه؟ عنده ضمة. يمسكوا الاتنين إيديهم في إيدين بعض، ما بيتركوا إيديهم بعض أبدا، بيلعبوا سوا وبيجروا سوا وبياكلوا سوا وعايشين في بيت واحد مع بعض. عايشين في بيت واحد مع إيه؟ مع بعض. وبننطقهم الاتنين سوا، فبنيجي نقرأهم بنقرأهم إيه؟ سوا. احسنتم يا تيجي. تعالوا نشوف امثله. طب يا ترى كده مين يقول لي مد بالواو بيجي عليه فتحه؟ لا، مد بالواو بيجي عليه انت كسره؟ لا، مد بالواو بيجي على راسه ضمه؟ لا، بيجي عنده سكون؟ لا، ما بيجي عليه اي شيء. شايفين؟ واقف لحاله، ما عنده اي شيء ولا عنده اي حركه. بيحب اصحابه مين؟ مين اصحابه اللي بيحبهم؟ ها اللي على راسه ضمه. احسنتم. يلا كده ناخد امثله ونشوف. مين يقرا معايا المقطع الصوتي هذا؟ ها مين يقرا؟ اسمه ايش؟ هذا اسمه ايش؟ حرف الايه؟ او. او جه معاه المد بالواو، ها جه صاحبه المد بالواو معاه، ها ماسكين في ايدين بعض مع بعض، هينطقوا ايه؟ ها او. يمد، ها او. احسنتم يا كيجي. تعالوا نشوف. ها مين هذا الحرف؟ مين هذا الصوت؟ هنقول ايه؟ بو. بو صغيرة اهو، شايفين؟ بو. تخلي المد اللي هو يمسك في ايديها هتبقى ها بو. احسنتم يا كيجي، برافو برافو. طب مين هذا الصوت؟ صوت مين ده؟ ها تو. اسمه ايه؟ تو. طيب تخلي المد اللي هو يمسك فيه في ايده هتبقى تو. احسنتم. يجي قصي ويقول لي يا استاذة انا هقرا هذه تو او. تو او ينفع؟ أقول له لا ما ينفع. ينفع يا راشد نقول تو او؟ لا يا أستاذة، ننطقهم الاتنين مع إيه؟ مع بعض. ننطقهم الاتنين مع إيه؟ مع بعض. يلا ننطقهم كده ونقرأهم، ها تو. مين شاطر هيقرأ معايا هذا المقطع؟ زهير. أنت ها اقرأ هذا المقطع يا زهير، اقرأ هذا المقطع، ها يلا نقرأ هذا المقطع، ها سو. أحسنت. شهد اقرأي هذا المقطع يا شهد. ها نقرأ هذا المقطع يلا. ها شو. أحسنتم يا كيجي، برافو 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 عليكم كلكم شطار. يلا بينا ناخد كلمة، يلا بينا ناخد كلمة فيها مد بالواو. ها يلا ناخد كلمة فيها مد بالواو. ها ناخد كلمة إيه؟ ناخد كلمة إيه؟ تعالوا نشوف كده. مين يقرأ هذه الكلمة معي؟ مين؟ تيجي نحللها الأول عشان نعرف نقرأها؟ يلا بينا نحللها. التحليل كل حرف يروح على بيته. التحليل يلا بينا نحللها مقاطع صوتية. كل حرف يروح فين؟ على بيته. يلا نحلل علشان نعرف نقرأ. نشوف كده. يا ترى البيت ده بيت مين هذا؟ أنا عارفة أنا عارفة، محدش يقول. الفوق صح؟ خطأ خطأ، أنا
هذه الكلمات نقراها سوا، نحللها الاول وبعدين نقراها عشان ما نتلخبط ولا نخطا ولا نخطا اي خطا. تعالوا نشوف كده. ها يا ترى بيت مين هذا؟ بيت مين؟ ها مين يقول لي؟ ها شطار. عشان نقرأها في البيت مع ماما، وأشوفكم في فيديو تاني جديد، باي باي.